النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات، مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم الآن آخر توقعات وآخر تحديثات الحالة الجوية في المملكة خلال الفترة القادمة. ارتفعت درجات حارة نهار هذا اليوم الأربعاء بشكل لافت وواضح وكبير مقارنة بالأيام الماضية، حيث سادت أجواء حارة جافة في عموم مناطق المملكة، كما وهبت رياح غربية نشطة إلى قوية السرعة أثارة الغبار والأتربة في العديد من المناطق. التوقعات خلال الفترة القادمة تشير إلى انخفاض ملموس وواضح من جديد على الحارة اعتبارا من يوم غد الخميس وخلال الأيام الثلاثة القادمة، لتعود الأجواء وتصبح صيفية اعتيادية في عموم المناطق، تكون درجات حارة قريبة من معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من منتصف تموز من كل عام. توقعات أيضا أن تكون الأجواء لطيفة رطبة مع ساعات الليل، حتى تميل إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة في مناطق الجبال مناطق السهول الشرقية، مع ظهور كميات كبيرة من السحب المنخفضة خلال ليالي الأيام القادمة فوق المرتفعات الجبلية بما في ذلك مناطق العاصمة عمان. بطبيعة الحال التوقعات الجوية الخاصة خلال الليلة القادمة في العاصمة عمان، نلاحظ معكم درجة الحارة الصغرى 22 درجة مئوية، حيث تنخفض درجات الحارة مع ساعات الليل المتأخرة بالمقارنة مع ساعات الليل الأولى، حيث تكون الأجواء مع ساعات الليل الأولى أكثر حارة وأكثر جفافا من المعتاد. التوقعات الخاصة بالثلاث أيام القادمة، كما تحدثنا هنالك انخفاض ملموس على الحارة خلال الأيام القادمة، بحيث تصبح في أواخر العشرينات درجة مئوية، بحيث تصبح حول إلى أقل من معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بقليل. أجواء كما نلاحظ أيضا مع ساعات الليل لطيفة رطبة في عموم المناطق، تكون مائلة للبرودة حتى مع ساعات الليل المتأخرة مع ظهور كميات كبيرة من السحب المنخفضة فوق العديد من المناطق الشمالية والوسطى. كان كل ذلك حتى اللحظة.